القضاء المزيد ديال المحكمة الابتدائية ديال بنات كنشكرهم وكنشكر السي الوكيل الملك السي شاكر كنشكرو تحية الشكر بزاف داك السي الانسان الطيب كنشكرو المحكمة الابتدائية كلها لحقت فيها قضاء نزهة وشرفاء تنحييهم وتحياتي لهم من هذا المنبر كنشكرهم بزاف والله يخرج باش ندير واحد الفرحة كبيرة باش ان شاء الله نمشيو للكركارات ندير واحد الوقفة مسيرة على قدم الصحراء كما شعارنا الله وطن وطن تحيه الوانكم وتحيه حنواتكم شكرا بزاف اللي ما قلتي واخي الصدروالي شكرا بزاف شكرا بزاف شكرا للمتابعين داخل الوطن وخارج الوطن الله يجعل ربي يوفق معكم تحياتي لكم كاملين شكرا الحمد لله الحمد لله من لبان لبان الحقيقه لبان عليه مصطفى الاحتيال الله سبحانه وتعالى ينصر الحق فيكم الحق يا اعلى ولا اعلى عليه وقل على ولا على عليك وديما شعارنا على الوطن الملك تحياتي كبيرة تحياتي كبيرة بزاف للقضاء ديال الكناس الشرفاء النزهاء تحياتي لكم من هذا المنبر شكرا بزاف الله يخلينا سيدنا الله ينصرنا سيدنا وواحد الفرحة ما تصور الحمد لله وتنبغي نوصل واحد الرسالة للأعداء واخا درتي وخويا واخا مسيتي واحد الحاجة ما فيش حنا حسبي الله ونعم الوكيل فيكم تنبغي نوصل هذا المنبر شنو صورتونا تبرع من الناس والاحتيال هذا هو اللي كنا باغيين الحمد لله لحقاش داك السيد هو إنسان وطني وملكي وما عمرو دا شي واحد ريال انا خوه وما كانش عمرو كان تيعطيني فلوس للمحسنين كان تيعاونني بفلوسه خاص ما عمرو عطاني درهم من فلوس ديال المحسنين وهذاك السيد انسان وطني وملكي قلبه الخير ملي كان صغير وربي ينصرو والحمد لله على كل حال ديما شعارنا الله الوطن الملك الله يبارك في عمر السيد عاش الملك.